اهلا بيكم مرة تانية، ويلا بينا نحل اللاب الخامس. احنا عرفنا من اللابين اللي قبل كده ازاي نحدد عدد الكولومز اللي في الكويري بتاع السيلكت، وازاي نحدد الداتا تايبس بتاعتهم. طيب عرفنا نحدد عدد الكولومز وحددنا الداتا تايبس بتاعتهم، طب يلا بينا بقى نعمل سيلكت لداتا من تيبل تاني. طيب هو عايز مننا ايه بالظبط؟ عايزنا نسيلكت الكولوم بتاع اليوزر نيم والباسورد من تيبل اسمه يوزرز، وبعد ما نسلكت الداتا دي هندور على الكريدنشلز بتاعت ادمنستريتور اللي هو اليوزر نيم، كده كده هيبقى ادمنستريتور. تمام، عايزين بقى الباسورد بتاع ادمنستريتور. طيب تعالوا نأكسس على النيم. كالعادة هنختار اي كاتيجوري من دول، ونيجي في الاخر نقوم حاطين سنجل كود زي ما كنا بنعمل، وبعد كده يونيون سيلكت نال ونديله دبل داش. قال لي ايرور، هقوم مجرب كمان نل ما قاليش ايرور، يبقى معنى كده هما اتنين كولومز بس. طيب تعالوا نشوف مين فيهم فار كاركتر. اشيل اول نل واحط حرف، مفيش ايرور، يبقى تمام الاولاني فار كاركتر. نجرب التاني، تمام والتاني برضو فار كاركتر. يبقى انا دلوقتي اقدر استغل الاتنين كولومز دول بان انا اجيب اليوزر نيم والباسورد. طيب نعمل ده ازاي؟ هنقول select بعد union، طبعا يعني في الاول كده كلمة union، select user name comma password from users، وفي الاخر الدبل داش. طبعا في الاول خالص السنجل كوت اللي بنقفل بيها، السنجل كوت اللي كانت مفتوحة اللي احنا متعودين عليها من قبل كده. طيب يبقى ناخد ده كده زي ما هو ونقوم حاطينه هنا ونديله انتر، تمام مفيش اي ايرور. طيب فين بقى الحاجة اللي احنا عملنا لها سيلكت؟ هنلاقيها موجودة في نص الكلام ده، لان الكلام ده هو اللي كان اصلا عامل له سيلكت، انا عملت يونيون للسيلكت بتاعه، فهنلاقي الكلام اللي احنا عايزينه في نص الكلام اللي هو حاطه اهو. هما دول، دي الكريدنشلز بتاعت اليوزرز. ده أول يوزر والباسورد بتاعه، وده تاني يوزر والباسورد بتاعه، وتالت يوزر والباسورد بتاعه، وهكذا. طيب احنا اتفقنا ان احنا عايزين الكريدنشلز بتاعت مين؟ بتاعت الادمنستريتور. طيب ده الباسورد بتاعه وده اليوزر نيم بتاعه، يبقى هنخش على ماي اكونت. احنا كده قدرنا نوصل، نكتب ادمنستريتور وين، وحاطين الباسورد بتاعه، وبكده نبقى حلينا اللاب.